انا كبرت ما تنشوفش مزيان. احسن حاجه وقعت لك في الخارج، غادي نعاودها لكم، نعاودها لكم خفا زرمان، ولا نعاودها لكم مطوره. صبر، نعاودها لكم مطوره، حيت هادشي خصنا نرجعو للور هو الاول، نرجعو فاش يلاه تزدت. انا كبرت ما تنشوفش مزيان، عندي هاد العين هادي اللي صريه فيها واحد اللعيبه سميتها اي سيجمنتيشن بالانجليزيه، هي كلشي تيبان لك مضبب، البعد وحده تيبان لك مضبب. وهاديك لا طلع ساعه على ود هادي، حيت ولت ندير بحال هكا الا بين قشيع. وهادشي انا ما اكتشفتوش في الصور، بطبيعة الحال تتعود تكلس في هذاك اللور ديال القسم، وما تتبان لك السبورة ديما تتنقل من هذاك اللي حداك وداكشي. ولكن امتى اكتشفت 100% بانني ما تنشوفش مزيان؟ فاش كنت في بلجيكا مشيت دوزت وقالوا لي راه هادشي عندكم وراثي وصافي. اشنو العلاقة ديال هادشي بدبي؟ النهار الاول هبطنا في دبي زار، تلاقينا بارا زار مدينة اقصبي، وتلاقينا مع واحد السيد اخر تا والله يا عمر هذا الحلاوة ديال الله. المهم تعرفنا تا ضغط ليه، عاودنا تاني تلاقينا، عاود ليه تاني نهار اخر تلاقينا، دورنا الهضره بلي هضرنا على العينين. قالت لي راه بنتي انا درت واحد العمليه ديال تصحيح النظر، درتها عند واحد السيد وهذا، ولا بغيتي راه نقدر ناخذ ليك رونديفو. قلت لها توكل على الله نمشيو نشوفو هذاك رونديفو. مشيت جينا نعم سيدي الرونديفو، مشيت دوز لي على عيني طن 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 واحد الكلينيك، نقى من نقاوات تيد نقي نقي، دار لي التحاليل طن 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 طن، قال لي راه يمكن لك دير العمليه تتاخذ 5 دقائق، يديروا لك صلات 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 لايزر، تعطيك شي نضادر تتلبسهم. وما عندك شي علاش كنت انا لابس نضادر كل هذيك المده تمايا، غادي نخلي لكم فيديوهات تشوفوا داكشي فاش درت العمليه ليري. ولكن من بعد راه تتبان لي الحياه اشتي، راه كلشي تيبان لي نقي. دابا صبر، دابا نوريكم. The best doctor in the world. خلاص خلاص خالد. Yes. هادي كانت واحد اللحظة مليئة بالمشاعر ما تقدرش تعبر عليها يا الصراحة. ديك الوقيتة فاش قعدت بحال هكا وكنت يقينا انني مازال تنشوف، وتيبان لي داكشي تيبان لي بان راه كاين تغيير من ديك الساعة، وخليت لكم الاصوات ديال الناس اللي كانوا معايا، حيت هادوك الاصوات مهمين، وهادوك الناس اللي دعموك مهمين، والسيبورت في الحياة مهم، والصحبة في الحياة مهمة. و طلب الله يلاقيك مع ما احسن منك. هاد الحروف هادو اللي دابا تيبانو ليا من بعد العملية، غير من قبل العملية ما كانوش تيبانو ليا بتاتا بتاتا، ما كانوش تيبانو ليا. تيبان ليا رد، تيبان ليا راه كاين حرف في هاديك التلفازة، ولكن ما تيبانش ليا اش من حرف. هنايا في هاد اللعيبة تي بكيت نقول رمضة دري الله يا رب الله. هذا ما كان تحياتي. للأسف الإخوة اللي سولوني على بشحال، ما نقدرش نقول لكم بشحال العملية، ولكن اللي نقدر نقول لكم ستوري الجاي غنخلي لكم لاباج ديالهم ديال الدكتور، وسيروا لعندهم تفاهموا معاهم وصيفطوا لهم ميساجات وداكشي، والله يشافي الجميع.
سير الله يعطيك على قد نيتك. ما عليك الا بالخل، رشها بالخل وخليها حتى تهوى مزيان، نقيها عاود تاني رشها بالخل حتى تقتل ديك الغموليه. هذا ما كان والمغرب سطاطا، والمغرب سطاطا، والمغرب سطاطا. غادي تمشي انت خراز وغادي تقول ليه صوب ليك وحده بحال هاتي، غادي تيريها هنايا باش رجليك تقعد واحد شويه. ها هي كي دايره، شفتيها؟ واللي راه خالد الخراز هو اللي قالها ليه على الموبا. الكاس ديالنا يا صاحبي، واش انت باقي عندك فيها شي شك؟ لا دير النية. دير النية. كيفاش يمكن للشخص يرجع حب الحياة تحقيق الأهداف من بعد بزاف المشاكل الصراع؟ انت بحال هاد الأمور هادو اللي تتعلق بالنفسية ديال بنادم، من الأحسن تشوف شي متخصص في هذاك الميدان، شي كوتش، شي ثيرابي، شي صاحبك اللي تتثق فيه يعاود ليه. بعض المرات تحتاج هاد خويا، أنا راه متخصص في الصباب ما نقدرش نعاونك في هاد الشيء زعما 100%، تعاود ليا ونقول لك اشنو دير. انا عندي زعما الامور ديالي، المشاكل الشخصيه ديالي اللي بعض المرات استعين بالثيرابي، وبعض المرات استعين بالاصدقاء تنعاود ليهم سميتو دوك اللي تنثق فيهم. وتصله زوينه عمر جامع طلب الله هذا وكلشي هذا طيبه ليا وصافي. السلام عليكم. واحد جوج مشاو للحمام، واحد حك واحد جالق. عليكم السلام ورحمة الله. غادي تمشي لحدا السمية ديالي وغادي تلقى القناة ديال اليوتيوب، غتلقى فيها واحد الفيديو كيفاش تنقي الصباط ديال الدان. غادي تدخل لهداك الفيديو تفرج فيه ونقي صباطك، وكتب لي واحد الكومنتير شكرا للخراز. تحياتي. سؤال أطيب خلق الله. أطيب خلق الله هي طبيب. بوحدة القراية الدراسة الرومانية، من بعدها مشيت لبلجيكا، من بعدها هولندا، من بعدها رجعت لبلجيكا، من بعدها جيت لهنا لأمريكا. هذاك الشيء ديال كأس العالم، تضرب سبلينا، تضرب البرتغال، تضرب فرنسا، تضرب ما عرفت الغالب كرواتيا، تتشد الكأس. تحياتي. شريت واحد سيفتي فوتوير، واش ما كيفرعش رجلي ولا بقيت لابسو ديما؟ ديما ما فهمت زعما تتنعس به. سيفتي فوتوير تتلبسو غير الا كنتي خدام، والخدمه راه فيها 8 سوايع، ملي تتسالي تحط تما وتتلبس داكشي اللي مولف تتلبس حتى الغد ليه تاني فاش ترجع للخدمه. ولكن ما تبقاش تلبسو وانت تتمشى به في الزنقه داكشي. وي الو، الجواب تيفرع، تيفرع الرجلي لكن انت تتلبس ديما. شكرا. اولا الله يحفظك، ثانيا عندك ويرات الجلد فري فري لول ولا الاول تمسخات شويه من شي بلايص من جهه اليدين والعنق. الا كانت كحله ما عندك ما ديري ليها، الا كان شي لون اخر تقدري تصبغي داكشي كامل ديك التيكيطه بالك حل، ولكن غادي تولي تصح عليك بثمن وحده. اللهم شري وحده اخرى جديده، ديك القديمه حتى شي خرج يصوب لك بها بسطه. من واحد الشخص الجليل، نحبك في الله أخي، حتى أنا أحبكم في الله. شكرا جزيلا. الله يداوم مع محبة لالي، يحشمنا في الدنيا وفي الأخيرة، لالي يخنز بك حصيرة. أمين. هذا السيد مريض دعيه معاه، شاء الله يشافيك، تدعي معك من القلب. الله يشافيك، الله يشافيك. واش نقدروا نديروا معاك شي كافي في مراكش شي نهار؟ الله يا ودي وغادي تخلص. تحياتي. صباح رجليك ابوانا. صباح رجليك ابواتي، بواتي دار لاباس. هيد بصر على راسك واحد 300 درهم تمشي دير التحاليل ديال الدم، هو الاول شوف ياك ما عندك شي نقص في فيتامين تي ولا شي خراز ولا تيقول فيتامين تي. شوف ياك ما عندك شي نقص في فيتامين تي، هادي وحده. حط في بالك بان راه هاد الشهور هادو تجيو البرد راه تيكون فيهم الاكتئاب وتيكون فيهم المورال ماشي هو هذاك وداكشي. هادشي الثانيه والثالثه الغلب هو ما عندي من دوز البريفي نهضرو كاع انا وياك. يلاه نشوفو ديديكاس هاد السيد هذا اللي قال لي بغا ديديكاس، سميتو مولاي بليله.
هادشي بليلة جيتي كنسلم ولاي بليلة من لوس أنجلوس حتى لقرطاح النافين كاين نتايا.